تتعرض لعمليات التحريف. الآن ليش نروح للتاريخ؟ الحاضر، الآن الحاضر الذي نشاهده مع كل وسائل الوضوح الموجودة. الآن الأشياء كلها مكشوفة في عهد العولمة الثقافية الإعلامية. مع كل هذا الوضوح الموجود الآن، خبر يحدث في آخر الدنيا بعد اللحظات أو دقائق نطلع عليه، مع هذا الوضوح الآن التاريخ يزور، يعني الحاضر يزور، لأن هذا الحاضر بعد لحظة يتحول إلى تاريخ. احنا هذه اللحظات اللي الآن دا نعيشها، لحظة كل ثانية اللي تمر هذا حاضر، بعد لحظة يتحول إلى تاريخ. الحاضر يزور. اكو هنالك جهات متخصصة في تزوير الحاضر ويزورون، فكيف بالتاريخ؟ التاريخ اللي كان يعيش عهد الغموض، وسائل إعلام ما كانت، مواصلات ما كانت بهذا الشكل، راديو ما كان، تلفزيون ما كان، بقية الأدوات ما كانت، المصالح السياسية الحاكمة، المصالح الاقتصادية الحاكمة، المصالح المذهبية، العوامل الطبيعية، كل هذه الأربعة السياسية والاقتصادية والمذهبية والطبيعية ساهمت في تحريف التاريخ وفي تزوير التاريخ. هنالك أحداث تصب في جريانات طبيعية، طبيعي، ولكن هنالك أحداث تصب بشكل مباشر أو غير مباشر في جريانات غير طبيعية. يجب أن يكون عندنا موقف الشك، هذا الحدث صحيح أم لا؟ هل هذا دا يخدم جريان معين، اتجاه معين، لصالح من هذا الحدث؟ موقف الشك، الشك الذي يكون كما يقول الحكماء معبرا لليقين، هذا هو الشك المطلوب، مو الشك الذي يقف فيه الإنسان، شك يكون معبر لليقين. أبو طالب كان كافرا ومات كافرا وهو في ضحضاح من نار، هذا وين دا يصب؟ أكو هنالك مصلحة لتيار معين في تثبيت هذه القضية في التاريخ؟ بلى، أكو هنالك جهات كان يهمها أن تنتقص أمير المؤمنين صلوات الله عليه بأي شكل، الأفراد الذين ما تورعوا من قتل أمير المؤمنين، من إشهار السيف ضد أمير المؤمنين، من إشعال الحرب ضد أمير المؤمنين، يتورعون عن اتهام أمير المؤمنين ومن يحيط به. أبو طالب كان كافرا، التسنن الذي نجده هذا صناعة معاوية، في الواقع معاوية هو الذي صنع التسنن بهذا الشكل المتطرف. أبو طالب كافر،
هذا محاولة لانتقاص أمير المؤمنين. أبوه كان كافر. محاولة ضرب أمير المؤمنين صلوات الله عليه ولو بهذا الشكل. هذا ما يصب في تيار معين.